وتشوف كيفاش كان لاصق في ماكرون الى درجه صارت فضيحه. مش عارف لعلك متابعتوها، خلينا نشوفوها هنا. كانت هذه طبعا، في هذه تشوفوا لما كان عطاف وتبون، هذه التلفزيون الجزائري، عطاف وتبون وماكرون غطوه، لكن درك تعاود تبان، قام بفضيحة يعني، قام بتبهديلة يعني. وماسك في يده ويد في اليد، شوف هذاك المشي نتاع اليد في اليد. في هذه اللقطة فيها لقطة وين هاي هنا، شفتوا اليد نتاع تبون تمتد وتضرب يد عطاف. طبعا بانت صوروها الناس، ومن بعد هما لما عاودوا بثوها قطعوا هذاك المقطع، لكن الناس كانوا خذوا الصوره يعني. تبون يضرب عطاف على يده، لان عطاف مسك يد ماكرون شدها يعني، شدها خمس معاه بشده يعني، بمعنى باش يوري له خمس معاه يحرك في يده يعني، باش يوري له ترحيب يعني. فتبون بدون شعور، طبعا هذا الموقف داروا بدون شعور، اكيد ما داروش قصدا يعني، لان تبهديله فضيحه الا دارها قصدا يعني. بدون شعور ضربوا على يده. لماذا؟ باختصار بسيط، لان تبون بالنسبه ليه فرنسا ما تمثليش فيها. هذه نفس الشيء اللي كان صرا معاه مع بوتفليقه، تعرفوا انه تم طرده لما كان رئيس وزراء، من بين الاسباب اللي جابوها له، درك نشوفوا للمساعد راه بعث لي المقطع. اذا قلت لما طردوه من المنصب، جابوا له قالوا له راك رحت لفرنسا والتقيت المسؤولين الفرنسيين بدون اذن، داروها له كسبب رئيسي لطرده من كان رئيس وزراء. درك نشوف الى عندي المقطع. وكنا هذا الموضوع نتاع علاقته، كنت قبل يومين فقط كنت عاود جبتها وقلت لماذا تبون النظام في الجزائر، لماذا كيف ينظر لفرنسا؟ لأن فرنسا بدون فرنسا النظام هذا ينهار. فكانت الفضيحة هذه نتاع أنه ضرب وزير الخارجية في يده. طبعا في علم النفس وتقدر توسع فيها، تكتب فيها مقال طويل، بحث طويل جدا، ماذا يعني ذلك؟ لكن احنا مش راح ندخلوا في علم النفس بقدر ما راح ندخلوا في نقاط أخرى. اولا هذا في 4 جويلية، تبون يتكلم على على ماكر حول ليبيا وحول العلاقات الثنائيه وامور اخرى، كذلك تحدثنا بشانها في برلين بشكل هادئ مطمئن. اظن انه مع الرئيس ماكرون يمكن ان نمضي قدما ونحقق اشواطا من التقدم، لا سيما فيما يتعلق باشكاليه الذاكره. هو فيما يتعلق بهذه القضيه هو نزيه ويود ان تكون الاوضاع هادئه، بالطبع هو يود ان يخدم بلدها فرنسا. هو نزيه وباش يمشي معاه بعيد الى اخره، لكن مش هذه برك. هذه كانت في 4 جويلية، هذه كانت في ليلة الاستقلال تاع 2020. هذه كان أول استقلال، عيد استقلال يمر على الجزائر، وتبون المزور راه رايس، فكان جاب فرانس 24 وكانت فضيحة. لكن ما هما ما انتبهولهاش أو ما همهمش أنك تجيب قناة فرنسية ليلة الاستقلال. المفروض في فترة الاستقلال وفترة نوفمبر هذه فرنسا ما تدورش كاع، على الأقل باش ما تمسش مشاعر الناس واللي ماتوا لهم آبائهم وأجدادهم والتضحيات والبلاد اللي تدمرت إلى آخره. لكن هو كان يمدح في رئيس فرنسا يوم ليلة الاستقلال في 2020. J'ai confiance en président Macron. J'ai confiance en son raisonnement. J'ai confiance en sa probité.
sa manière de voir les choses. Nous travaillons d'ailleurs, nous nous entendons très bien sur beaucoup de sujets. Ce sont des pays amis. On a parlé de beaucoup de problèmes qui nous concernent à titre bilatéral ou à titre, disons, international. Avec le président français et le président Emmanuel Macron, je n'ai aucun problème. Et une entente presque parfaite sur l'avenir pour le président Macron, je l'ai toujours dit. Bon. J'ai une carrière chez les Côte-Oualiers, Klam les Galou, à Fil-Jazer, ou Galou fait Bladou, et j'ai le tarif d'un. مع انه ما قالش حاجات كبيره يعني اقل شيء باش يقول هو الاعتذار ما كانش اعتذار اقل شيء خلينا من التعويض وخلينا الى اخره لكن سمعتوا كيفاش يقول يعني كي نونتونت بريسك بارفيت يقول لك جي كونفيونس اون بريزيدون ماكرون وعنده مقولات كثيره في هذا الوقت بالمناسبه هذا الكلام كان في 2020 2021 في هذا الوقت كان ماكرون يشن هجوم عنيف على المسلمين في فرنسا اللي اتهمهم بالانعزالية وباللي راهم وحدهم وخرج قوانين ضدهم وبدأت تغلق مدارسهم وكاين ناس اللي ما يصلوش أصلا لكن كان هجوم ضد المدارس ضد المساجد ضد أي شيء وكان خرج ماكرون شفنا المرة الماضية يقول الإسلام في أزمة وشن هجوم على الإسلام وقالك الإسلام راه في أزمة وفي كل مكان في هذا الوقت كان رئيس دولة مسلمة يمدح مدح شديد كان فقط من أجل احنا عارفين تبون وشنقري هذا الإسلام بالنسبة لهم يفضلوا الشيطان على الإسلام نحن نعرف هذا لكن بما أنكم في بلد مسلم ديروا شوية هذيك النفاق اللي مالفينه حد أدنى تحترموا فيه الشعب يعني المهم هذا اللقاء كان البعض منكم على شاف كان يد في اليد وهذا سيء هذا سيء بالنسبة للدول لأن ما معناه شكون كي تعود رايس يدو في يد رايس واحد آخر كاين دائما في العلاقات هذه كاين علاقة القوي والضعيف أكيد الناس كلها تعرف أن فرنسا أقوى من الجزائر وان ماكرون اقرب اقوى من تبون اقل شيء انه ماكرون برغم كاع الانتخابات وممكن لكن انتخب من شعبه وراح للدور الثاني معنى الضعيف هو تبون معنى لا يقود فيك اهانه لكن ما يفهمهاش هو يعتبرها وكانها راه يقدم له خدمه باش يبان ريلاكس وراه يحبه على والعلاقات تاع الدول ماهيش حب وكره علاقات الدول هي مصالح حتى لو كانت تكون علاقات حميمية ما بين رئيسي دولة ما لازم تكون في لاسفير بريفي لازم تخرج للبريفي هذيك ما تخرجش في العام في العام لا انت تمثل دولة فكونه يقودك رئيس واحد اخر اصغر منك بكثير دولته اقوى من دولتك بكثير هو منتخب بالفعل حتى كي نختلفوا معاه منتخب حقا وانت جايبينك مزور هذا كلها تثبت أنك أنت في العلاقة الضعيفة ثم توصل أن وزير خارجيتك يمد يده باش يسلم عليه تضرب له يده شغل نحي يدك ضربتها له بمعنى أن هذا نتاعي ما تمثليش فيه يا عطاف هذه هي اللي أثرت بكثير وربما جاء أعتقد أن الفعل جاء بطريق غير مقصود لأن لو كان يكون مقصود تكون فضيحة كبرى أكبر غير مقصود يعبر على نفسية تبون وهو تشبث بماكرون وأنه واحد ما لازم يمسه إذا كان مقصود فالكارثة أكبر كارثة أكبر وأمام العالم وعلى باله تلفزيونات تصور فكارثة